اذا مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء ومن شوارعنا الكبرى ديال المدينه. لا زالت الاحتفالات بهذا الانجاز الرائع اللي حقوه الرجال، اللي حقوه اسود الاطلس، اكيد بالتضافر ديال الجهود ديال الجميع. الحمد لله فوز، اداء ونتيجه، ماشي على منتخب واحد، ماشي على جوج، ثلاثه ديال المنتخبات مع تعادل مع وصيف ديال بطل العالم ديال النسخه الفائته اللي هي كرواتيا. اكيد الحمد لله كلشي فرحان، كلشي هو ناشط. اذا مشاهدينا الكرام، هي دائما الاحتفالات ديال الجماهير المغربيه ماشي غير في مدينه الدار البيضاء، بل في جميع انحاء المملكه وكذلك في جميع انحاء العالم. المغاربه كلشي فرحان بالتاهل وكلشي الحمد لله كيحتفل، كلشي بخير. إذن هي احتفالات متابعينا الكرام في جميع شوارع المملكة. فيما غادي تمشي دابا لشي شارع غادي تلقى عامر بالاحتفالات، فيما غادي تمشي شي بلاصة غادي تلقى فيها الاحتفالات. أكيد إنجاز غير مسبوق، سواء وطنيا أو سواء عربيا أو سواء إفريقيا. يعني عطينا البصمة كي كنقولوا. اكيد خويا توفيق، العقبه الفرنسيه ان شاء الله نربحوها وتزيد تفرحونا. اكيد خويا توفيق، عرفتي شنو خويا، حنا راه دابا دومي فينال ولينا كنشوفوا ان شاء الله في الكاس، ولينا كنحلموا، ولينا بزاف ديال الحوايج لحقاش ما كناش معولين على هذا الشيء. ولينا كنشوفوا الكاس قريب مع الفرنسا. خلانا فرنسا راه مبابي راه حكيم الله يسهل عليه، راه ان شاء الله غادي يقوم باللازم. عندنا زياش، عندنا حكيمي، عندنا بوفال، عندنا تبارك الله. سمعنا الوسيري كي شنو قال على املاح، يعني بزاف ديال اللعابه تبارك الله. بونو اشبيليه النصيري اللي اليوم اكد على انه لاعب من الطراز الرفيع. الحمد لله هو اللي بالبيد ديالو باش كاليفينا، يعني الفاعليه كانت الحمد لله. يعني كاين منتخب والان من هذا كاين كذلك مدرب اللي تايق، اللي الشعب كله تايق فيه وهو تايق فيهم بانهم تايقين فيه، والمجموعه كيشوفوا هذه الثقه اللي كاينه. فالحمد لله كتيسر الامور. الدعاوي ديال الوالدين والدعاوي ديال المغاربه كاملين اخويا، اليوم راه كلشي هاز الكفوف ديالو الله سبحانه وتعالى وكيدعي جميع العرب. كانت كتدعي معنا الامه العربيه، كل شيء كان معنا اليوم الحمد لله. الحمد لله اللهم يسير. وحنا كنشاهدوا هذا اخ كذلك ديالنا من احدى الدول الافريقيه اللي تا هو محتفل معنا، اكيد فهو كيبقى يمثلنا وحنا كنمثلوه بحكم انه كتجمعنا قاره وحده. احتفلنا معاهم، احتفلنا مع السنغال، احتفلنا مع الكاميرون فاش ربحوا تأسفنا فاش خسروا. للاسف كرة القدم احنا دابا الحمد لله هازين درابو ديال لافريك كامل وديال العرب، وغادي الحمد لله كيف ما قلنا محاربين. إذن متابعينا الكرام غادي نودعكم إلى مباشر آخر بإذن الله، إلى اللقاء.